نازلي خانم عم تولد هلأ، والسلطانة فاطمة طلبت مني بلغ جلالتكم هذا الشيء. اهدي يا سلطانة، بترجاكي لا تعملي هيك بحالك. يعني شلون بدي اهدى؟ بلكي هلأ جابت له أمير. ما بكفيني مصطفى ومشاكله يلي عم توتر لي أعصابي، بدك كاني اشغل بالي بأمير تاني كمان. لا هيك ما بصير، مستحيل اسمح بهالشي. أنا لازم طالع السلطانة فاطمة من الغرفة غصبا عنها. يلا يا بنا يلا اغطي كم يلا اغطي.